بعد جهود مخلصة من قبل عدة أطراف رسمية وغير رسمية ساهمت في إعادة المعدات والمستلزمات والأجهزة المسروقة من المصف، وهي تمثل نسبة كبيرة مما يحتاجه هذا الموقع المهم. جهود بذلت من المواطن اللي لحد الآن يعني ما خولنا نذكر اسمه لولا اللي هو اجى راجع من خلال السيد النائب رئيس لجنة الطاقة الأخ هيبة الحلبوسي، وقدم استعداده أنه يسلم هذه المواد. لحد الآن بحدود 60 تريلة ممكن توصل إلى 100. أخذنا جولة على هذه المعدات، كلها معدات وأجهزة مفصلية تكلفنا ملايين الدولارات، وحتى إذا أريد نطلبها للتصنيع يحتاج لنا سنوات، سنتين أو ثلاثة حتى يصنعوه. الحمد لله اليوم المواد هذه موجودة في الموقع. الأخوة الأجهزة الأمنية العمليات أيضا سهلت عملية وصولها من إقليم كردستان إلى هذا الموقع، فهذه بشارة خير لإنجاز هذا المشروع المهم. لأن مثل ما ذكرت إذا أريد نروح للتصنيع وطلب المواد يمكن إحنا والخمس 7 سنوات.